زمان كنت بنصح الناس تتكلم مع أي حد علشان يمارسوا اللغة، كنت بقول ارمي نفسك في البحر واتكلم. أنا لسه عند كلامي إننا لازم نستغل كل فرصة علشان نتكلم إنجليزي، بس اكتشفت إن الموضوع ليه عمق تاني لازم ناخد بالنا منه. لما جربت أنا نفسي أتعلم لغات تانية، بدأت أحس بالتجربة اللي بيمر بيها الطلبة بتوعي والصعوبات اللي بيقابلوها. اكتشفت إن الكلام بلغة تانية هو تحدي ومجهود عقلي، ضيف عليه بقى التوتر والمجهود الاجتماعي لو بتتكلم قدام حد. طب نعمل ايه؟ ما نتكلمش اطلاقا. لو ما تكلمتش مش هتتعلم. لازم تتكلم، لكن ابدأ اتكلم مع نفسك الاول. كون جمل مع نفسك اولا، 10 دقايق كل يوم. هتلاقي كلمات كتير ومصطلحات كتير ناقصاك، هتلاقي نفسك بتستخدم كلمات جديدة انت لسه متعلمها وهتفرح بنفسك. طيب هل ده كفاية؟ لا مش كفاية، لازم تتكلم مع حد، وده علشان سرعة الكلام تزيد ونبدأ نشتغل على توصيل المعلومة. بس في نقطة مهمة، علشان ما اضغطش على نفسي واجمع ما بين محاولة تكوين الجمل ومحاولة التغلب على الإحراج اللي بيسببه الكلام قدام الناس، يبقى أبدأ أتكلم مع ناس أنا عارفاها، حد مستعد يسمعني، حد مش هيحكم عليا وهيستناني لغاية ما أخلص جملتي. بياخد وقت على فكرة لو أنا مبتدئ. الروشتة بتاعت النهاردة، عايز تتكلم إنجليزي؟ ارمي نفسك في البحر، بس يا إما تعوم لوحدك يا إما تعوم مع أصحابك. أنا إيمان هلال، مدرسة إنجليزي أونلاين. يومكم جميل.